أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل سعادة السيد أسامة عبد الله العبسي خلال مؤتمر صحفي في المركز الإعلامي لتغطية الانتخابات النيابية والبلدية، أكد على أهمية دور مجلس النواب في إيجاد التشريعات التي تضبط وتنظم سوق العمل. أي تغييرات وأي إصلاح هو إصلاح يتعدى الجانب الإداري، يتعدى الجانب الاقتصادي ليصل إلى مرحلة التأثير المجتمعي. وبالتالي في ذلك الوقت كان توجيه صاحب السمو ولي العهد أن نشرك المجتمع بأجمعه ومجلس النواب المنتخب بالطبع في المشاورات التي استمرت على مدى عامين، والذي يتذكر ذلك الوقت يتذكر أنها كانت فترة من أجمل فترات الحراك المجتمعي التي مر فيها البحرين، والتي نوقشت فيها آراء وهوجمت فيها آراء ودافعنا فيها عن آراء. كل مشروع طرحته الهيئة برغم أنه لم يتطلب تعديلا تشريعيا تم مناقشته باستفاضة مع مجلس النواب، ويتم استدعائي سواء لجلسات مجلس النواب أو لاجتماعات اللجان. وليس الجانب الرقابي من قبل مجلس النواب على أعمال الهيئة كان أكبر حتى من الجانب التشريعي برغم كبر الجانب التشريعي. وفي كثير من الأحيان نأخذ برأي مجلس النواب ونتريث أو نقلل أو نمد فترة المشاريع أو نغير منها بناء على طلبهم وبناء على نقاشهم.